السلام عليكم. غادي نبداو واحد لا سيري نتاع لي فيديو اللي غادي يخصهم لاناليز دي سيركوي اكورون كونتينيو ولاناليز دي سيركوي اكورون الترناتيف. دونك هنايا غادي نحاول انني غادي نخدم دو موديول نخدمهم اون باراليل، بمعنى شاك موديول غادي لي فيديو ديالو غادي نديرو في بلاي ليست راسو. يعني داكشي علاش انايا كنصح ان اللي بغى يتبع لي كور اللي رانا كنديرو ما يتبعهمش يعني باخر، يعني يشوف اخر لي بوبليكاسيون، وانما يرجع لي بلاي ليست باش يمشي داكشي يتبعو في الاوردر. فوالا، دونك غادي نبداو بالموديل نتاع لاناليز دي سيركوي اكورون كونتينيو. الور هاد الموديل هذا اللي معنيين به هما لي ستاجير تاع بروميير اني اوزا والتيمي. فوالا، دونك قلنا الموديل بالنسبة لزا راه الكود ديالو هو 104 إلى ما غلطش. دونك قلنا لاناليز دي سيركوي ولا دو سيركوي أكورون كونتيني. غادي نبداو بواحد لانتروديكسيون. alors c'est quoi un circuit électrique. donc un circuit électrique un circuit électrique est composé d'un ensemble de dipôles reliés entre eux par des conducteurs. Voilà. Donc, on dit واحد المجموعه نتاع لي ديبول يعني relié فيما بينها par دي كونديكتور. الو شنو هو ديبول؟ ديبول هو ثنائي قطبي، يعني اي يعني كومبوزون مثلا عنده مثلا زوج تاع لي بور، زوج تاع الاقطاب، هذا كيتسمى ديبول، كيتسمى ديبول. وماشي بالضروره كومبوزون، يقدر يكون ان سيركوي، يعني داره كهربائيه كامله تقدر ديرها في بواط نوار وتخرج منها زوج خيوط وكتسمى ديبول. يعني ديبول ما مقتصرش غير يعني غير على لي كومبوزو، وانما اي كيما قلت لكم بواط نوار عامره بلي سيركوي وخارجين منها زوج خيوط كتقدر تعتبرها على انها ديبول. سي بون، دونك هذا سيتان ديبول ثنائي القطب. فوالا، دابا نرجعوا لهاد القضيه نتاع لي كونديكتور. قلنا هاد لي ديبول كيكونوا مربوطين فيما بينهم بار دي كونديكتور، يعني عندي ديبول دي ان رولي مع ديبول دي دو دي تروا دي كات دي سانك. دونك هذا ستان سيركوي الكتريك. قلنا لونسوم تاع لي ديبول لي مربوطين فيما بينهم بار دي كونديكتور. الو شنو هو ان كونديكتور؟ اول حاجه خصنا نعرفوها سي كوا ان كونديكتور. الو مي كتقول عندك ان كونديكتور يعني موصل، شنو كيقابلو ان ايزونو عازل. ان ايزونو. الو شنو الفرق اللي كاين ما بين لي كونديكتور و لي زونو؟ دونك يعني شنو هو اللي كيميز لي كونديكتور؟ بحالاش بحال لي ميتو، يعني المعادن، الحديد، النحاس، يعني لارجون، لور، كاع هادو سو سون دي كونديكتور، يعني كيخليو الباساج نتاع الكورون الكتريك انه يدوز. العكس ديالهم لي زيزونون بحال البلاستيك، بحال لو فير، يعني الزاج، بحال يعني لي ماتيريو اللي هي السيراميك، كاع هادو مواد اللي هي عازله. الو في لا ستركتور اتوميك اللي كيميز
لي ماتيريو اللي هما كونديكتور على لي زيزونون، وهما لي زيليكترون اللي كيتسمى لي زيليكترون ليبر. يعني هاد لي كونديكتور عندهم دي زيليكترون، دي زيليكترون ليبر، الكترونات حرة. هادو لا، بالنسبة لي زيزولو ما عندهمش الكترونات حرة. الوغ بالنسبة لا ستركتور تاع يعني تاع لي سوبستانس بصفة عامة، المواد بصفة عامة، باش مكون نورمالمون كتلقى عندك النواة، نورمالمون عندك النواة ياك، وعندك يعني ديك النياج الكترونيك، يعني ديك السحابه الالكترونيه، يعني بحال لي ساتيليت دايرين على ديك النواه. دابا كيبقاو هاد لي زيلكترون هادو الا كانوا اتاشين مأتاشين يعني اتاشين مزيان مع داك النوايو، ما يقدروش يخرجوا على المدار ديالهم، على لوربيت ديالهم. الوغ هنايا ما كيتسموش الكترونات حره. الوغ فوقاش كيتسمى الالكترون، واحد الالكترون كيتسمى انه الكترون ليبر، فاش كيكون يعني يكون بعيد، يعني في المدار ديالو كيكون بعيد على لو نوايو، بحيث انه فاسيلمون يقدر يخرج على المدار ديالو ويدخل يعني مدار اخر. يعني كيكون عنده يعني عندي مثلا لاتوم اللي حدا هاد لاتوم هذه، عندها حتى هي لي زيلكترون اللي قراب منها، ولكن هاد الالكترون هذا اللي راه اعتبرناه الكترون ليب، يقدر يخرج من هاد المدار هذا ويدخل في مدار اخر. يعني يقدر يسارى ما بين دوك الذرات، ما بين دوك لي زاتوم، يعني يخرج من اوربيت ويدخل اوربيت اخر. دابا هادشي اللي كيميز لي كونديكتور على لي زيزونون. دابا لي زيزونون ما عندهمش دي زيلكترون ليب، يعني لي زاتوم و لي زيلكترون اللي دايرين بهم يعني مشدودين معاهم يعني مزيان، الوغ كو لي كونديكتور عندهم دي زيلكترون ليب. فاسيلمون الى لقى شي فورس اللي غادي كيما قولوا تدفعوا تخرجوا من واحد المدار نتاع واحد الذره، وكيقدر يدخل مدار اخر، وهو غادي يعني يقدر يسارى في داك الكونديكتور يعني كيما با. سي بون، دابا نرجعوا باش نشرحوا شنو هو الكورو الكتريك. غادي ناخذ واحد لو ديبول، غادي ناخذ واحد لو ديبول مثلا، سوا ان ديبول، سواء ان ديبول دي. دابا هاد لو ديبول دي قلنا نورمالمون غادي تروليا مع دوتر ديبول فواحد لو سيركوي الكتريك بار دي كونديكتور، بار دي فيل. وهذوك لي فيل شنو قلنا عليهم؟ قلنا عليهم انهم كي يعني باش مكونين دي زيلكترون ليبر، فيهم دي زيلكترون ليبر اللي سوسيبتيبل انهم يديبلاصاو، يعني يقدروا انهم يديبلاصاو على داك الكونديكتور. سي بون، دي زيلكترون ليبر. دابا داك لو ديبلاسمون ديال دي زيلكترون ليبر هو اللي كيكون ليا الكورون. دونك لو ديبلاسمون دوك دي زيلكترون ليبر لو ديبلاس كي ريبريزون لو ديبلاسمون دي لو ديبلاسمون دي زيلكترون ليبر كونستيتي ان كورون électrique ou là une intensité électrique est mesurée en ampères. Yali kan abroha blanc l'ampère. Alors donc il indique un courant
وشنو هو ذاك لو كورون، شنو هو ذاك لو كورون اي، ما هو الا ديبلاسمون ديال ديال لي زيليكترون، لي زيليكترون ليبر اللي كاينين في لي كونديكتور. سي بون. دابا خصنا نعرفوا هذاك الكورون الكتريك كيفاش كيتديبلاصا. الوغ بزاف اللي كيديروا واحد ليرور، وهو ان كتلقاه يشبه يعني الكورون الكتريك يشبهه بلي كولمون تاع الماء. هو كاين واحد الوجه ديال الشبه سي فري، ولكن كاين واحد الخطأ اللي خصنا نصحوه. مثلا كيجي يقول لك عندك واحد التيو ديال الماء بحال هكذا، ها هو وكيقول لك ان داك الكورون الكتريك اللي غادي لو كورون الكتريك اللي غادي ترافيرسي داك الفيل، يعني بحال اللي راه عندك تما، بحال اللي عندك الماء، يعني راك الماء غادي ديبلاصا في داك في داك في داك التيو هذا. دونك هنايا المشكل اللي كي يوقع هو ان الماء نورمالمون عنده يعني ديبلاسمون ديالو، الا كان التيو خاوي يعني غادي يوصل لواحد البوان، من بعد يمشي لواحد البوان، واحد ومن بعد يمشي لواحد البوان، يعني عنده بحال محطات غادي يمشي بلاصه موراها بلاصه. الوغ كو لو كورون الكتريك ماشي هذا هو، ماشي هذه هي الطريقه ديالو باش كيديبلاصا. لو كورون الكتريك كيديبلاصا، اسمو قلنا ان داك لو كونديكتور عامر بلي زيليكترون ليب، يعني لو مومون نتايا، لو مومون اللي غادي تدفع واحد الالكترون، يعني لو مومون اللي غادي تدفع واحد الالكترون، هذاك الالكترون غادي يدفع اللي حداه واللي حداه يدفع اللي حداه، يعني في نفس الوقت، يعني تلقى لي زيليكترون كيتحركوا في نفس الوقت. يعني باش نشرحوه مزيان، يعني تخيل معايا داك التيو هذاك بحال اللي فيه واحد السلك لداخل. مثلا عندي واحد السلك لداخل في داك التيو، وهذاك هذا السلك هذا راه كتجبدو، راه كتيريه، ولكن افترضوا داك السلك بلا ما انفيني، يعني ما كيتقاداش، يعني تعيا ما تجبد، يعني ما يخرجش يعني كامل داك السلك هذاك من التيو. هاك كيديبلاصا الكورون الكتريك، بمعنى ان الكورون الكتريك راه كاين في نفس القيمه على جميع النقاط نتاع داك ديال داك الكونديكتور. واش واضحه هذه القضيه؟ دونك ديبلاسمون تاع الكورون الكتريك ماشي بحال ديبلاسمون تاع الماء في واحد تيو، وانما تقدر تشبه الديبلاسمون تاع الكورون، يعني تاع بحال الديبلاسمون تاع الماء في واحد تيو، ولكن خصك تعتبر داك التيو، تعتبره على اساس انه عامر بالماء. الا افترضنا ان التيو ديالنا راه عامر بالماء، يعني لو مومون اللي غادي تدفع بواحد لو كوتي، غادي يخرج بلو كوتي اخر سور بلاس، يعني ماشي تيو راه خاوي الماء غادي يوصل لها واحد البلاصه، من بعد واحد البلاصه حتى يخرج بجهه اخرى. ماشي هكذا كيديبلاصا لو كورون الكتريك، وانما ديبلاسمون تاع لو كورون الكتريك بحال اللي عندك واحد التيو اللي عامر، انت تدفع بواحد الجهه ويخرج بجهه اخرى، يعني بحال اللي يعني شي كيدفع شي، عندك لي زيليكترون واحد على جنب واحد على جنب واحد على جنب واحد، انت فاش تحوز هذا اللي في القنت هذا كيتدفع اوتوماتيكمون، واحد كيدفع يدفع واحد. بمعنى ولا نوليو لهذا التشبيه هذا اللي كنا شرحناه هنايا، عندك واحد تيو وفيه شي سلك لداخل، وداك السلك نعتبروه انفيني، وانت راك تجبد داك السلك، كتجبد هذيك الحركه نتاع داك السلك، هو التيار الكهربائي كيفاش كيدير، يعني فين ما اي بلاصه مشيت لها كتلقى الكورون كيتمشى في اي بلاصه، يعني الكورون ما عندوش بلاصه يوصل لها موراها يوصل بلاصه موراها، يعني هذا الشيء اللي خصنا نفهمه. كذلك حتى الحركه نتاع الالكترونات راه لا فيتاس ديالهم راه ماشي كبيره بزاف اللي كيعتبر ان لا فيتاس نتاع لي زيليكترون تاع ان كورون الكتريك كيعتبرها كبيره. علاش؟ حيت هو ان كيقول لك الا خدينا اي لومب بحال هاك، الا خدينا اي لومب ومثلا هذيك لا لومب طلقت عليها واحد التيار، مثلا واحد التيار كيقول لك بويسكو انا غير التيار، يعني غير تسد المفتاح لانتيريبتور تسد، ولا لومب شعلت سور بلاص، يسمو كيفهم ان لي زيليكترون راه عندهم واحد السرعه كبيره بزاف، الوغ كو لي زيليكترون عندهم سرعه عاديه جدا،
وشنو كيوقع هو ان هاد لا لامب، هاد لا لامب اللي كتشوفوا هنايا، هاد لا لامب اللي كتشوفوا هنايا ما شعلهاش الالكترون اللي كان هنايا. شو واضحه القضيه؟ ما شعلهاش الالكترون اللي كان هنايا، الالكترون اللي كان شعلها الالكترون اللي راه كان حداها هنايا هو اللي شعل ليا لا لامب. كيفاش؟ حيت هاد الالكترون فاش يدفع اللي جنبه، وهذا كل الكترون غادي يحوز ولا يدفع هذاك اللي جنب منه، انت فاش كيدفع هذا اللي في القنت اوتوماتيكمون كيدفع وكتشعل لا لامب. دونك ماشي هاد الالكترون هذا راه مشى بواحد السرعه كبيره باش بحيث وصل عند لا لامب وشعل ليا لا لامب، لا، وانما لي زيلكترون راهم كاينين اصلا، لي زيلكترون راهم كاينين في لي فيل، خص غير اللي يحركهم، يخص غير اللي انه يخص لي يبوجيهم، سلي بوجي دوك لي زيلكترون. دونك لو مومون اللي انت اللي غادي تدفع فيه، تدفع فيه داك الالكترون فواحد البلاصه غادي كاع لو لونغ ديال داك الخيط هذاك كاع لي زيلكترون يتحرك، وبما فيهم داك اللي راه حدا لا لومب، ولا لومب غادي تاليم. دونك هذه كانت فلسفه نتاع ديبلاسمون نتاع لي شارج، ولا ديبلاسمون تاع يعني الكورون الكتريك اللي كنعبروه بلومبير. كذلك حتى واحد القضيه نقدروا نهضروا عليها هو مثلا، نعطيكم مثال، الا خدينا مثلا واحد الداره، واحد داره كهربائيه، نقولوا مثلا هاد الداره الكهربائيه راهي مفتوحه، و سيبوزيو مثلا عندي ان كورون الكتريك اللي غادي ديبلاصا. الوغ اللي راه فاهمه يعني ماشي هي هذيك، شنو غادي يقول لك؟ انه يقول لك ان الكورون راه جاي، من بعد غادي يتفاجئ ان الطريق مقطوعه، يعني عند بالو بالما يعني الكورون الكتريك انه ديبلاصا في الخيط، عاد حتى وصل تلقى ان يعني السيركوي راه محلول. الوغ كو اللي راه فاهم داك الشيء هو هذاك، راه يعرف بلا ما الكورون فاش يبوجي في واحد الناحيه راه يتبوجا خطره وحده سيميلتانيمون في جميع لي بوين، راه يبوج. يعني الا ما كانش الطريق مسدوده، الا ما كانش الطريق يعني السيركوي الا ما كانش مفيرمي من الديبار، راه ما غاديش يقلع من الاصل، يعني من الديبار راه الكورون الكتريك راه ما غاديش يكون عندك كورون الكتريك. يعني مادام الكورون الكتريك راه يعني ديبلاصا هنايا، سافو دير ان السيركوي راهي كانت ديجا راهي مفرمي. يعني الا كان السيركوي اوفير ديجا الكورون ما غاديش يكون عندك من الديبا، يعني شي الكورون غادي يتمشى وحتى يتلاقى مع ديك في راه مقطع الخيط وغادي يحبس. الا ما كانش الطريق كاينه راه من الديبار ما يبداش، حيت هو الكورون فاش يديبلاصا راه يديبلاصا يعني سيميلتانيمون في جميع النقاط غادي ديبلاصا فيهم سيميلتانيمون. سي بون، دونك هادي بالنسبه لا فيلوزوفي نتاع الكورون الكتريك، كيفاش كيديبلاصا في واحد الفيل. دابا غادي نشوفوا شنو هي لا كوز اللي غادي تخلي ان هذوك لي زيلكترون يديبلاصا، حيت عندي يعني هذاك الديبلاسمون نتاع لي شارج اللي هو اللي كيمثل ليا التيار الكهربائي، ما هو الا ديبلاسمون تاع دوك الشحنات لي زيلكترون لي. دابا هاد ديبلاسمون راه نتيجه ديالاش تاع واحد السبب. يعني وشنو هو هاد السبب اللي يخلي ان هادوك لي شارج يعني يندفعوا، انك تدفعهم وانك ممكن تدفعهم. سي بون، دابا هادي نهضروا على واحد لا غروندور اخرى، وشنو هي؟ وهي لو بوتونسييل الكتريك. دونك ناخذ لو ديبول ديالنا، ها هو لو ديبول، دونك هذا هو لو ديبول دي. الوغ باش هاف هاد ديبول قلنا يديبلاصا ان كورون اي، هذاك لو كورون اي يعني خصني واحد لا فورس ولا واحد لا بوسي تاع الدفع اللي غادي تدفع لي، بحال اللي الا تقول بحال ليكيفالون ديال لا بريسيون. مي كنهضروا على لا بريسيون، كنهضروا على لا بريسيون بالنسبه للي غاز وبالنسبه للي فلويد، يعني بالنسبه يعني مي تبغي تدفع شي حاجه يعني فلويد بحال الماء ولا غاز بحال الهواء، يعني هنا تابليكي عليها واحد لا بريسيون، كتضغط كدفع.
الوغ هنايا اللي كيدير الخدمه نتاع لا بريسيون بالنسبه اللي هو كيديرها على لي زيكترو ما كنقولوش لا بريسيون وانما كنقولوا لو بوتونسييل. يعني هنايا غادي يكون عندي في هاد لي غادي تكون عندي هنايا واحد لو بوتونسييل في ا مثلا هذه اللي سميت هذه لو بوين ا وسميت هذه لو بوين بي. دونك غادي يكون عندي هنايا واحد لو بوتونسييل في ا وهنايا عندي واحد لو بوتونسييل في بي. دونك في ا شنو هي؟ في ا هي بوتونسييل او بوين ا. و في بي كذلك هي البوتونسييل او بوين بي. كيما قلت لكم وشنو هو البوتونسييل تخيلوه بحال يدير الخدمه تاع بحال الخدمه ديال الضغط بحال الخدمه تاع لا بريسيون. غي هو لا بريسيون ما كنقولوش لا بريسيون على لي زيكترون ما كنقولوش لا بريسيون على لي زيكترون. لا بريسيون كنقولوها على الهواء ولا نقولوها على الماء ولا على شي حاجه اللي يعني اللي معروفه عليها لا بريسيون. اما فاش تجي نتايا باغي تضغط على لي زيكترون باش يتحركوا باش يعطيوك تيار كهربائي ما تضغطش عليهم بلا بريسيون وانما كتضغط عليهم بلو بوتونسييل. كنقولوا لو بوتونسييل فواحد لو بوين هو اللي كيمثل ديك الدفعه اللي كتدفعها لي زيكترون. دونك نتايا ديك الدفعه اللي كتدفعها كتعبر بالبوتونسييل. لونيتي دو ميزور تاع البوتونسييل لونيتي الوحده نتاع القياس تاع البوتونسييل هي لونيتي دو ميزور هي الفولت. سي بون الفولت فوالا. دونك لونيتي نتاع البوتونسييل هي الفولت. دونك عندك هنايا واحد البوتونسييل في البوان ا يعني واحد القيمه من الفولت وعندك كذلك في لو بوان بي واحد القيمه حتى هي بالفولت. دونك يعني قلنا واسمو كيعني داك البوتونسييل هو واحد لو دوغري نتاع ديك البوسي هذيك الدفعه اللي راه كتدفع هنايا. وهنا عندك واحد نفس الشيء عاود كاين واحد الدفعه. دونك هنايا باش يكون عندك ان ديبلاسمون يعني باش يكون عندك ان كورون الكتريك يخص ما يكونش درجه تاع الدفع في هذه الجهه ودرجه تاع الدفع يعني درجه تاع الدفع في الا ودرجه تاع الدفع في البي ما خصهمش يكونوا بحال سينو الى كان في ا تساوي في بي صافي دير القوه اللي راهي تدفع يعني في ال ا والقوه اللي راهي تدفع عند بي راهم بحال ولي زيكترون يبقاو معصورين في الوسط. دونك ما يبوجيوش وبالتالي التيار غادي يكون يساوي زيرو. دونك باش يكون عندك واحد التيار اللي يخالف زيرو يعني بور افوار ان كورون ان كورون الكتريك اي يخالف صفر الفو موان في بي خصو يكون يخالف صفر. سي نورمال علاش؟ لان الى كان في ا الى كانت في ا موان في بي كانت تساوي صفر صافي دير ان في ا ايكال في بي وبالتالي لو بوسي في ال ا والبوسي في البي يعني الدفع في ال ا والدفع في البي راهو بحال الكورو غادي يكون يساوي زيرو. دونك باش يكون تيار يعني يخالف صفر يخص واحد الجهه تغلب على واحد الجهه مثلا الجهد في ال ا اكبر من الجهد في البي وبالتالي التيار غادي يتديبلاصا من ال ا للبي او العكس الجهد في البي يكون اكبر من الجهد في ال ا والتيار غادي يكون يتديبلاصا من البي ل ا. سي بون. دونك يعني شنو خص يكون عندي؟ خص يكون عندي اون ديفيرونس دو بوتونسييل. دونك هنايا بمعنى يخص اون ديفيرونس دو بوتونسييل خص يكون عندي واحد الفرق الجهد. نكوبيو هادي د
question, copier, lien, coller, voilà. دابا شنو قلنا؟ قلنا باش يكون عندك التيار يخص يكون عندك واحد فرق الجهد، هذاك ديفيرونس دو بوتونسييل كيخصو يكون خصو يكون نون نول، ما خصوش يكون منعدم. الا ما كانش منعدم يعني الا كانت في ا ناقص في بي، كانت في ا ناقص في بي تخالف صفر، سافو دير ان في ا راهي تخالف في بي. دونك سوا في ا سواء في ا غادي تكون كبيره على في بي، يعني في هذه الحاله، في هذه الحاله اذا كان في ا سوبيريور ا في بي اوتوماتيكمون لو كورون سو ديبلاس ديبلاس دو ا فير فير بي، والعكس والعكس. إذا كان الجهد في الأ أصغر من الجهد في بي، لو كورون غادي يتديبلاصا من بي للأ. سي بون، يعني إلا نعاودو نكتبوها، إذا كانت في أ صغيرة على في بي، دونك هنا لو كورون سو ديبلاص دو بي في فيرا. سي بون، دو بي فيرا. والحاله الا كانوا متساويين، الا كانت في ا ايغال ا في بي، الو في هذه الحاله لو كورون اي نول، لو كورون غادي يكون منعدم، حيت كما قلت لكم غادي لي زيليكترون يبقاو معصورين في الوسط، لان درجات الدفع في ال ا ودرجات الدفع في البي، هاد درجات الدفع هي اللي سميتها هنا البوتونسييل، يعني بحال الخدمه تاع لا بريسيون، كيما كيدير لا بريسيون الهواء والماء كيدير البوتونسييل، كيدير لي زيليكترون، نفس 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 يعني نفس الخدمه تقريبا. دونك هادشي اللي كاين. دونك هنايا لو كورون غادي يكون نول الا كانت الجهد في ال ا والجهد في البي كانوا بحال. دابا شنو اللي كيخلي ديبلاسمون تاع الكورون؟ وهو قلنا لا ديفيرونس دو بوتونسييل، يعني راه ماشي لو بوتونسييل، يعني تقدر دير هنايا في في ا دير فيها 200 فولت وفي بي دير فيها 200 فولت، دونك لا ديفيرونس راهي ايكال ا زيرو، دونك يعني شي ما كاين. تقدر في ا دير فيها 5 فولت وفي بي دير فيها 0 فولت، دونك راه عندك واحد لا ديفيرونس نتاع 5 فولت. دونك هنايا بيسكو كاين ديفيرونس يخالف صفر، دونك غادي يكون عندك باساج نتاع لو كورون، غادي يكون عندك باساج لو كورون. دابا بيسكو قلنا لا ديفيرونس دو بوتونسييل هي اللي مسؤوله على لو ديبلاسمون تاع لو كورون، ماشي البوتونسييل، يعني فرق الجهد هو اللي مسؤول على المرور نتاع التيار ماشي الجهد. دونك هاد فرق الجهد هو اللي كنسميو له لا طونسيون. فرق الجهد هو اللي كنسميو له لا طونسيون. هاد فرق الجهد هو اللي كنسميو له لا طونسيون. لا ديفيرونس دو بوتونسييل هو اللي غادي تسمى لا طونسيون، التوتر. سي بون، دونك غادي نديروها هنايا اون نوت. اون نوت لا ديفيرونس دو بوتونسييل انتر ا اي بي، la tension كنرمزولها UAB. شنو كتساوي VA موان VB. نعاودو نكوليو هذاك ناخدو هاد انا ناخذ هذا الشيما
Voilà. Donc, يعني خصنا نفهموا مزيان هاد المسألة نتاع نتاع لي غروندور إلكتريك. دونك يو اب بي شنو هي الاختصار نتاع فرق الجهد. نعاود التوتر هو الاختصار ديال فرق الجهد. وبيان سور لونيتي ديالو راهي الفولت. لونيتي راهي الفولت حيت البوتونسيال لونيتي ديالو الفولت. دونك الفولت ناقص الفولت غادي يعطيك الفولت. دونك سون لونيتي هي الفولت. دابا لحد الان وشنو شفنا ثلاثه نتاع لي غروندور الكتريك. شفنا التيار الكهربائي اللي كيمثل لو ديبلاسمون نتاع لي زيلكترون ليب. شفنا داك التيار قلنا باش يكون عندك واحد ديبلاسمون يخص شي حاجه اللي تدفع. دونك هنايا هذيك الحاجه اللي تدفع هي اللي سميناها البوتونسييل. دونك هنا ملي كتهضر على لو بوتونسييل كنهضروا على لو بوتونسييل ديال ان بوين ولا لو بوتونسييل في واحد لو بوين. دونك عندي لو بوتونسييل في لو بوين ا وعندي هنا لو بوتونسييل في لو بوين بي. قلنا الا كان لو بوتونسييل في لو بوين ا ايغال لو بوتونسييل في لو بوين بي دونك هنايا لي زيلكترون غادي يبقاو معصورين في الوسط. دونك الكورون ما غاديش يخالف الصفر. يعني الكورون غادي يكون ايغال ا زيرو. في حالة الا كان واحد الجهه كبيره على واحد الجهه سواء في ا كبيره على في بي دونك الكورون غادي يكون يديبلاصا من ا ل بي. والعكس الى البوتونسييل في لو بوين بي هو اللي كبير على البوتونسييل في لو بوين ا لو كورون غادي يديبلاصا من بي ل ا. دونك هنايا هاد لا ديفيرونس اللي هو شرط باش يكون عندك التيار. هاد لا ديفيرونس دو بوتونسييل خصو يكون يخالف صفر. حنا ما غاديش نبقاو اشاك فوا نقولوا هاد لو مو يعني كومبوزي يعني هاد كلمه مركبه ديفيرونس دو بوتونسييل. وانما ديفيرونس دو بوتونسييل غادي نعبروا عليه بكلمه واحده وهي لا طونسيون. الو مي كنقولوا لا طونسيون ما بين نقطتين. كنقولوا لا طونسيون ما بين نقطتين. هاد لا طونسيون يو ا بي كنمثلوه يعني جرافيكمون بواحد المتجهه على هاد الشكل. هذا ناخذ واحد المتجهه اللي لا بوينت ديالها لا بوينت تاع ديك المتجهه كتمشي عند الحرف الاول ا. على هكذا يو ا بي هذا هو لا طونسيون يو ا بي سي بون. مثلا الا خديت دو بوين مثلا عندي بوين سي والبوين دي هاد لا طونسيون هذا شنو هو. هاد لا طونسيون هذا هو يو سي دي اللي كيساوي في سي -V-V-D سي بون. كذلك هاد لا طونسيون الا درت هكذا هذا راه شنو هو راه يو دي سي اللي كتساوي في دي موان في سي كتساوي ليا في دي موان في سي سي بون. دونك هذا كيفاش كنمثلو اون طونسيون. اون طونسيون كتكون اونتر دو بوين. الوغ مي كدير دائما الحرف الاول اللي على اليسار هو الجهد ديالو ناقص الحرف الثاني اللي على اليمين. وفي المتجهه دائما كنمشيو يعني لا بوينت تاع المتجهه كتمشي عند الجهد اللي تبدا به والطرف ديالها كيمشي للجهد الاخر سي بون. دونك باختصار مين كتجي تقول لي لو بوتونسييل فوا تهضر لي على لو بوتونسييل يخصك تخيل ان بوين. يعني مين كتقول بوتونسييل كتقول بوتونسييل ديال واحد النقطه ولا في واحد النقطه لو بوتونسييل في واحد النقطه. مين كتجي تقول لا طونسيون يخصك تخيل زوج ديال النقاط حيت لا طونسيون هو فرق الجهد بين نقطتين. يعني مين كتجي تهضر على اون طونسيون راك تهضر على واحد لا ديفيرونس دو بوتونسييل. يعني مي تقول لا طونسيون تقول معاها زوج ديال النقاط. من تقول جهد تقول معاه نقطه. بيان سور من تجي تقول تيار راه كي كنهضروا على اون برونش. يعني عندك واحد لا برونش كي ترافيرسي فيها واحد التيار اي
سي بون. دونك هادو التروا غروندور خصكم يعني تفهموهم مزيان. عندي التيار اللي كيتعبر بالامبير، عندي الجهد اللي كيكون في واحد النقطه كيتعبر بالفولت، وعندي فرق الجهد اللي هو التوتر اللي كي هو يتعبر بالفولت. التوتر بين نقطتين، دونك دائما التوتر بين نقطتين. يعني خصك تكون عارف يعني من دير او بي، يعني هذا التوتر بين نقطتين اللي هي او بي. خصني نعرف شكون ناقص شكون، يعني خصني نعرف بلا ما راني نقصد في ا ناقص في في بي، ماشي في بي ناقص في ا. الا بغيت في بي ناقص في ا خصك تكتب او بي ا. الا كتبت او بي ا واخا، الا كتبت او بي ا غادي تكون هي في بي ناقص في ا. سي بون. والمتجهه دائما إذا كانت هاد لبوا X وهاد لبوا Y، وشنو هو هاد لاتونسيون؟ راه هو لاتونسيون U X Y، بمعنى VX موا VY، VX موا VY، ماشي VY موا VX. إذا بغيت VY موا VX خص المتجه هكذا تمثل، المتجهة هكذا خصني نمثلها. دونك هذه هي U Y X اللي هي في Y موا في في X. سي بون. بقى لي دابا نهضر على هاد لا نوسيون تاع البوان الكتريك، حيت انا كنقولوا لو بوتونسييل ديال ان بوان، ولا لو بوتونسييل اللي كاين فواحد لو بوان، او لا توتور اللي كاين اونتر دو بوين. دونك شنو هي هاد المفهوم تاع لو بوين؟ يعني نوسيون ديال لو بوين الكتريك. كنهضر على بوين الكتريك، ماشي بوين جيومتريك كما راني يعني مسامبليفي انايا. هنايا راني مثل هذه مثلها نقطه وهنايا نقطه. كهربائيا شنو كتمثل هاد النقطه؟ يعني فين كي كدير تشوف هاد النقطه؟ Alors, le point électrique, un point électrique, il y a l'ensemble des points qui ont l'ensemble des points physiques, un point électrique, et l'ensemble des points physiques qui ont le même potentiel. بمعنى ان بوان في الالكتريسيتي ماشي بحال البوان يعني في الفيزيك ولا في لا جيومتري، يعني نقطه كترمز لها نتايا، ترمز لها يعني هكذا بوان، هكذا كتقول هذه بوان ا ولا هذه بوان بي. الكتريكمون ان بوان هي واحد المجموعه نتاع النقط اللي عندهم نفس الجهد. بمعنى الا كان عندك واحد الفيل بحال هاك، واحد الخيط هذا كامل خيط، وكانت هذه ا، ايوا خصك تعرف بالله ما هذا كامل راه ا، كامل هذا الخيط راه ا، تفقين. ولا الا كانت عاودك خيط اخر، مثلا هذه لو بوين بي، هذا لو فيل دا كامل كيتعتبر لو بوين بي. امتى مثلا هذا لو بوين بي يعني كتختلف؟ الا درت ان ديبول بحال هاك، الا درت ان ديبول هنايا، ديك الساعه ولات هذه بوين بي، هذا كامل بوان بي، هذا الخيط كامل كيتعتبر بوان بي، وهذا كامل كيتعتبر مثلا بوان اخرى اللي هي بوان سي. واش واضح؟ مثلا ناخذ هذا ليكزومبل تاع هذا السيرك اللي غادي ندير فيه هذا ديبول دي ان هكذا، وهنايا دي دو، دي 3
هكذا مثلا. الو هنايا شحال عندي من بوان؟ هنايا كومبيان دو بوان اللي عندي اللي عندي في هذا السيرك؟ الو كاين اللي راه ما فاهمش مزيان شنو غادي يقول لك؟ غادي يبقى يحسب يقول لك ها هي وحده وها هي وحده وها هي وحده وها هي وحده، حيت هو التفكير ديالو راه يفكر على لي بوان اللي هما جيومتريك، كيقول لك ايوا هنا نقطه وهنا نقطه وهنا نقطه. الو هنايا راه كاين غير زوج تاع النقط، راه كاين غير زوج ديال النقط. فينا هما نقطه الكتريكمون، نقطه الكتريكمون راه كتعتبر الا كان الخيط متصل وما مقطوش، راه تعتبر نفس لو بوان، يعني نفس البوتونسيال نفس الجهد. الا كانت هذه سميتها ا، هذه ا، ايوا هذه راهي ا، هذه راهي ا، شوف الخيط غادي غادي كاع متصل هنا، هذه ا، هذه ا، عندي هنايا ا. الوغ الا بغيت نتخطى دي بول زوج نتخطاه، الوغ هنا فاش غادي تخطاه غادي تدخل فواحد لو بوان اخرى مثلا بوان بي. دونك هاد البوان بي راك الا تبعتها بالخيط فين ما وصل الخيط، فين ما كان واصل معها الخيط راه دائما نفس لو بوان، نفس لو بوان بي، نفس لو بوان، سي بون. دونك انا راه عندي غي دو بوان، واخا يبان لك يعني ما خصكمش تخدعوا بالشكل الهندسي نتاع الدارة الكهربائية، سيرتو في التمارين بزاف اللي كيدوخوا يعني غير ديك الطريقة اللي ترسمت بها ديك داك السيركوي الكتريك. مثلا الا درنا اكزومبل اخر، نعتبر واحد ديبول بحال هاك، ها هو دي ان، وعندي هنايا ناخذو دي دو، وناخذو مثلا دي تروا، ناخذو دي كات هكذايا هاك. الو شحال عندي هنا من بوان؟ الو كاينه لو بوان ا، ها هي اللي كتمثل هذا كامل، كاينه لو بوان بي اللي فيها هادشي كامل، يعني كامل هادشي هذا كاع بوان بوان بي، كاينه البوان سي اللي فيها هادشي كامل، هذا هادي بوان بوان سي، وكاينه البوان دي اللي فيها هادشي كامل، هادي كاع بوان بوان دي. سي بون، يعني بوان ما تشوفوهاش على انها غير نقطه، وان شوفوها هي واحد المجموعه تقدر تكون رولو تاع الخيط. الا خدينا رولو تاع الخيط يعني 100 متر تاع الخيط، الا كانت متصله كامله متصله هذيك ديك 100 خيط راهي يعني دو بوان دو في دو بوان دو في الكتريك، راه ان سول بوان، هذيك راهي ان سول بوان. يعني الا عطيت واحد في الطرف نتاع داك الخيط عطيت واحد الجهد واحد البوتونسيال، راه على كاع داك الخيط راه كاين نفس البوتونسيال. امتى كيتبدل لو بوان؟ فاش كيتبدل البوتونسيال؟ وفوقاش كيتبدل البوتونسيال؟ هو فاش تخطى شي ديبول. مثلا عندك الا، راك في الا، باش دوز للبي ضروري غادي بيناتهم ديبول، ديك الساعه بي والا ماشي بحال بحال، كذلك ما بين الدي، يعني بحال هنايا عندك هذه راهي الدي، هذه راهي الدي هنا، هذه راهي دي حيت الخيط متصل، كذلك هذه دي. شي مرات يجي يقول لك مثل ليا لا طونسيون او بي او بي دي مثلا، او بي دي. الوغ الى ما جيت نمثل او بي دي هو هذه المتجهه، يعني نمثلوها يعني بمتجهه لا بوينت كتمشي عند النقطه الاولى بي والاخرى تمشي للدي، كاين اللي مثلها هكذا راه ماشي غلط، حتى هذه او بي دي وحتى هذه او بي بي دي كذلك، حيت هاد لو بوين وهاد لو بوين راه غير بوين وحده، هذه شنو هي؟ او بي دي. علاش؟ لان هذه بي وحتى هذه دي، واش قضيه هنايا واضحه؟ دونك يعني غير باش فاش لو مومون اللي كتكون تريبريزونتي لي سيركوي ديالك وكيمثلوا لينا لي طونسيون، ما بقاوش ندوخو الى لقيت المتجهات. يعني انت فكر بلي بوين الكتريك، ما تفكرش بلي بوين جيومتريك، يعني ما تتبعش العين ديالك للشكل نتاع السيركوي، وانما تبع خص تكون فاهم لي بوتونسيال شنو كيعني، ولا لي بوين لي بوين لي بوين الكتريك شنو كتعني. سي بون،
كما قلت لكم راه رولون ديال الفيل راه كتعتبر الا قطعتو على جوج غادي يولي لك دو بوان ديفيرون، الا قطعتو على ثلاثه غادي يولي عندك 3 بوان ديفيرون. دونك ان بوان ان بوان راه هي واحد فيما كان الاتصال مع الخيط، فيما كان الاتصال ما مقطوعاش راه غير نقطه واحده، راه تعتبر الكتريكمون غير نقطه واحده. لو مومون اللي تفصل مثلا ها هو ولاو لي زوج ديال النقاط، درت ديبول ها هو عندي هنا زوج ديال النقاط. سي بون سي بون بحال هكذا هذا دابا هذا راه غير بوان وحده ا. الى حيت درت هنايا ديبول دابا ولا لي زوج ديال النقاط ا و بي مختلفين، درت ديبول اخر دابا ولاو ثلاثه ديال النقاط، هذه كامله ا وهذيك بي وهنايا سي. سي بون فوالا. لو كان نجيب واحد الخيط ونبلع على هاد الديبول بحال هكذا صافي ولات سي هي بي، ولات سي هي بي. ولو كان نجيب واحد الخيط هكذا نبلع هنا ولات سي هي بي هي الا، يعني ولات عندي نقطه وحده هكذا، ولات هادشي كامل ولا غير الكتريكمون غير نقطه وحده. دونك غادي نحاولوا نحبسوا هنايا باش الفيديو راه يبان لي جا طويل بزاف، دونك نكملوا فيديو اخر على لي غروندور الكتريك اللي غادي نشوفوا فيهم لي كونفونسيون دو سين، ونشوفوا حتى لي لا نوسيون تاع لا بويسونس ولا انتربريتاسيون تاع لو سين. السلام عليكم ورحمه الله.